بضيفي في الاستوديو مارك لي، محلل الأسواق المالية العالمية في مجموعة إيكوتي. أهلا ومرحبا بك مارك، شكرا على وجودك معنا. الفيدرالي الأمريكي بدأ يقرر بالفعل أنه سيتخلص أو سيبيع الأصول التي اشتراها بالنسبة للسندات الشركات والـ ETFs خلال فترة كورونا، بالتالي كيف سيكون التأثير على أسواق الأسهم؟ يعني هل هي إشارة أن الفيدرالي سيبدأ بعكس المسار السياسة النقدية تدريجيا؟ نعم، أعتقد أن الأسهم ستتراجع، هذه أول إشارة إلى تحرك متشدد، لكن الرحلة طويلة والفيدرالي كان ذكيا في عملية التواصل المسبق لتجنب ما حصل في 2013، ورأينا خطابا متساهلا ورأينا العوائد تتراجع، هذا الأمر أدى إلى الاستقرار في الأسواق، وحاليا نحن في الجانب الآخر في حالة استدارة كاملة. رأينا الدولار الملاذ الآمن يتعرض لضغوط كبيرة، رأينا الأسهم تصعد من جديد، وحاليا هناك نبرة أكثر تشددا من الفيدرالي حاليا، وحاليا هناك إجراءات. هناك 16 يونيو هناك اجتماع مهم ستسلط عليه الأضواء، وسنحصل على مجموعة من البيانات قبل ذلك. هناك طلبات إعانة البطالة اليوم، وهناك البيانات الوظائف غير الزراعية غدا، من المتوقع الحصول على 650,000 وظيفة. وفي 10 يونيو هناك قراءة مؤشر أسعار المستهلكين، ننتظر البيانات كما يقول الفيدرالي. هم يريدون أن يروا تحسنا قبل أن ينظروا إلى التوقعات. الإشارة الإيجابية هي أن الفيدرالي بات أكثر تشددا، لكن الرحلة طويلة، وبيانات البطالة الأسبوع الماضي كان فيها تحسن، وإذا استبعدنا بيانات الجائحة نحن أمام أدنى قراءة منذ 2011. إذن 750,000 وظيفة لابد أن تملأ، هناك فجوة والرحلة طويلة في عملية التخليص. طيب، الفيدرالي الأمريكي يعني سواء بعد 2009 كانت أزمة مالية معاصرة جديدة من نوعها، أو 2008 وبدأ بضخ عمليات التيسير الكمي وارتفعت الأسواق مع ذلك، الآن في أزمة كورونا كانت أزمة أيضا جديدة من نوعها على العالم وضخ أيضا تريليونات الدولارات وارتفعت الأسواق، لا شك أن الأسواق ترتفع فقط في الفترة الحالية مع مستويات التقييمات وغيرها، تغيرت الأساسيات، الأسواق فقط ترتفع حينما تكون هناك محفزات. هل يعني ذلك بالضرورة أنه حينما يتم سحب هذه المحفزات الأسواق ستعكس المسار؟ سيكون هناك تراجع، لكن الاقتصاد سجل ارتدادا ايجابيا من ادنى مستوى وصل اليه في مارس العام الماضي. نحن في المسار الصحيح، والفيدرالي يبلي بلاء حسنا في موضوع التواصل مع السوق والتشجيع على الاستقرار، وعندما تكون هناك عملية استقرار هذا الأمر يؤدي إلى المجازفة، وهذا ما نرى. رأينا الدولار كملاذ آمن يتراجع والأسهم تزدهر، الفوائد ستظل منخفضة لفترة طويلة، وهذا الأمر يدعم الأسهم بالطبع. وعندما يبدأ الفيدرالي بالتقليص من الملفت أن نراقب الحركة السعرية، سيكون هناك رد فعل مباشر وتراجع، لكن سيكون هناك دعم وشراء لأن الاقتصاد تعافى كثيرا وبوتيرة أسرع من المتوقع وقع في مارس آذار الماضي. نعم، ولكن الأسواق هي مرتبطة ليس فقط بوتيرة التسارع في النمو، أو لأن كل هذا التسارع هو مرتبط بالمحفزات، والمحفزات الآن الفيدرالي بدأ يرسل إشارات أنها لن تكون موجودة دائما، وهو الطبيعي أنها لن تكون موجودة دائما. هذا أيضا يعني حتى أصبحت مسألة وقت قبل أن يسحب هذه المحفزات، وبالتالي هي مسألة وقت قبل أن تعكس الأسواق المسار. يعني أنا فقط أريد أن أعرف هل هي وجهة نظر صحيحة؟ نعم، أعتقد ذلك، هذه دورة اقتصادية طبيعية، لا أعتقد أن هناك أمر سلبي يتعلق بالتخليص، هناك عدم يقين. نعم، وعدم يقين يؤدي إلى هشاشة في الأسواق المالية، لكن هذه دورة اقتصادية طبيعية. بعد خروجنا من الجائحة وتحسن البيانات ومع صدور بيانات متسقة أكثر، هذا الأمر سيكون إيجابيا للبورصة في العالم. طيب، هل اصلا هناك سهوله، يعني اذا ما قرر الفيدرالي ان يقوم بعمليه تيبرينج او تقليص او حتى ان يقوم ببيع ما لديه من اصول، هل من السهل ان يقوم بذلك في ظل الظروف الحاليه؟
طبعا الأمر ليس سهلا، بل لابد من موازنة الأمور. نحن في وضع غير مسبوق، هناك الكثير من المجاهيل والفيدرالي لم يمر بهذا الوضع من قبل. بالنسبة لجيلنا نحن أمام شيء جديد تماما، والفيدرالي يتعلم كل يوم شيئا جديدا، والأسواق فيها حالة عاطفية متأصلة. وكما رأينا في مطلع هذا العام كان هناك رد فعل جيد من الفيدرالي، كان يمكن أن يتحركوا بطريقة متشددة كما تتوقع الأسواق، لكن حالهم يشبه حال الأهل مع الطفل. هم حافظوا على هدوئهم وحافظوا على التساهل وطالبوا الناس بالتحلي بالصبر، ونحن نرى استقرارا في الأسواق. حاليا عوائد السندات أدنى، الوضع في البورصة صحي، إذن هناك فعل من التوازن، والبيانات ستتغير مع مرور الوقت بشكل طبيعي. أشكرك يعني على هذه التحليلات مارك لي، وأنت محلل الأسواق المالية العالمية في مجموعة إيكوتي. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. نستمر إذن أيضا معكم مشاهدين.